مرحبا فاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير بصحة وعافية. وسوما عادت إليكم من جديد بفيديو جديد مطلوب بكثرة على القناة، كيفية إزالة الزغب أو الشعر من الوجه، خصوصا هاد المنطقة والمنطقة والمنطقة، يعني منطقة نتاع القويديما، المنطقة نتاع الشوارب أو المستاج ولا ما عرفتش تقولوا ليه، والمنطقة بين الحاجبين. كاينين الناس اللي هما تيبغاو يحيدوا الزغب من الوجه نتاعهم كله، خصوصا في هاد المناطق هادي، وهاد المناطق هادي اللي هما تيكونوا أصلا عاورين بالزغب. كل واحد على حسب الوجه نتاعها، وكل واحد حسب الهرمونات، لحقاش الهرمونات هما اللي تيخليو الوجه يعمل لكم بالزغب. بالنسبه لهاد الفيديو هذا درت لكم جوج طرق، طرقي الخاصه ماشي طرقي الخاصه، يعني الطرق اللي انايا تنديهم انا كل اسبوع لازاله الزغب او الشعر من الوجه نتاعي، مع العلم بانني انا ما تنزيلش الزغب من الوجه نتاعي كله، تنزيلو غير فهاد المنطقه فهاد المنطقه فهاد المنطقه. علاش ما تنزلوش في الوجه نتاعي كله؟ لحقاش وقعت هناك حكايه شحال هادي 10 سنوات، وتأزمت من ديك الساعه، ما بقاش انا تنحيد الزغب نتاعي من هذه المنطقه مع هذه المنطقه. هادي بزاف البنات، ماشي بزاف البنات، البعض منكم لاحظ ذلك، خصوصا في توتوريال المكياج، حيت تنزومي مزيان على وجهي تشوفوا كاينين بعض الزغيبات من هنا. قلتوا لي من احسن يكون وجهك صلع، وجهي ما بغيتش يكون صلع، بغيت انا وجهي يكون في شي حاجه اللي هي طبيعيه ما فيها باس. الا الزغيبات كاينوا لك شويه هنايا شويه هنايا، ما فيها باس، اش فيها كاع، تنهز شعري تحد ما تلاحظ، تحد ما تلاحظ شي حاجه، يعني ما فيها باس الا كان فيك زغيبات من هنا زغيبات من هنا، ما فيها باس. ولكن الحاجه اللي تتزم حيت يكون فيك المستاش، تيكون فيك المستاش، هذاك هو اللي ما تقدريش انت تكيسي عليه، يعني خاصو يتحيد، خاصو يتحيد، وهنايا خاصو يتحيد، خاصو يتحيد. دونك هاد الحوايج هادو بزاف البنات منكم صيفطوا لي ميساج في الفيسبوك ووريتوني بومادات، ودوك البومادات حرقوهم. اش غادي نقول لكم، انا على الاقل درت شي 7 تاع البومادات اللي شريت في المغرب واللي شريت لهنايا، كلهم تيكحلوا ليا هنايا، اللي تيحيد واللي ما تيحيد، كاين اللي تيكحل وما تيحيد والو، كاين اللي تيكحل، كاين اللي تيحيد ولكن تيكحل. هاد المنطقه هادي والمنطقه هادي كانوا ليا كحلين، ديك الساعه حبست كلشي، حبست ما بقاش تمشي انا، يعني اسيسيسيان حبست، ما بقاش نشرب دوك البومادات انا من الفرماسيان، وليت تنستعمل طرقي الخاصه لازاله الشعر من الوجه. اليوم غادي نبارطاجي معكم او غادي نفرق معكم او غادي نوري لكم كيفاش انايا تنزيل الشعر نتاعي من الوجه، مع المتمنيات نتاعي ان هذا الفيديو هذا ان يفيدكم وان ينال اعجابكم. نرحب جميع الاقتراحات نتاعكم. بالنسبه للاقتراحات بغيت نقول لكم بان جميع الوصفات نتاعكم تنرحب بها لتحت في التعليقات، هادشي غادي يمكنني انا منش نعاود نديرهم انا في الدار ونشوف واش هما تيزيلوا فغامو الشعر من الوجه ولا لا، وهادشي تيمكن الاخوات نتاعنا اللي هما تيشوفوا التعليقات، الناس اللي هما جربوا الطرق اللي غادي نوري لكم اليوم، صدقوا لهم ولا ما صدقوا لهم، وبغاو عطيني طرق اخرى باش نجربوهم على الوجه نتاعهم، يمكن نجربوا الطرق اللي نتوما تخلي لهم لتحت في التعليقات. دونك تعليقاتكم مهمين جدا 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 جدا، كلنا خاصنا نتعاونوا مع بعضياتنا. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، نرحب عاوتاني بجميع الاقتراحات نتاعكم، لي لايك نتاعكم هادشي تيشجعوني باش ندير عاوتاني فيديوهات في هذا النوع. ما عرفتش هاد الفيديوهات من هذا النوع هذا تفيد العديد منكم، وقعت بان هاد الفيديوهات من هذا النوع طلبتوه ليا بزاف نتاع النوبات، ولكن غادي نحاول ان شاء الله ان فوا تخليو ليا الوصفات نتاعكم في التحت نجربهم ونعاود عاوتاني ندوي لكم عليهم، لحقاش كاين اللي غادي يصدق لي وكاين ما غاديش نصدق لي، على حساب الزغيبات نتاع الوجه نتاعو، على حساب البشره نتاعتو واش حساسه ولا لا، على حساب لحقاش كاين بعض المرات داك الزغب الكحل ما تيبغيش يتحيد الا الا فريمون دبستي معاه عادي تحيد ليك. اش غادي نقول لكم، ما غاديش نطول عليكم، غادي نديكم ديريكت مول الفيديو، يلا معايا. لنمر الى تحضير الوصفه. بالنسبه لمكونات الوصفه هادو هما المكونات، كاين المكونات اللي غادي تعوضي بهم مكونات اخرى، لحق جيما تقول لي واش نعوضو هذه بهذه ولا هذه بهذه. المكون الرئيسي وهو البواشيش، البواشيش كما تشوفوا معايا هنايا حمص حمصه، علاش؟ لحقاش انا ما لقيتش الدقيق نتاع الحمص، ما لقيتوش في الاماكن اللي انايا مشيت ليهم. يمكن لكم تعوضوا هذا الدقيق نتاع الحمص باش بالسمول دوغي او السميده نتاع الرز، الا ما عندكمش لا هذا ولا هذا ديروا الدقيق اللي هو تيكون حرش، يعني الدقيق الحرش،
ولكن من الاحسن يكون عندكم البواشيش او الحمص، لحقاش الحمص فيه ماده اللي هي تساعد في تبييض الوجه، يعني تعطيه واحد الاشراقه للوجه نتاعك. السول دوغي هو غادي يحيد لك الزغب من الوجه نتاعك بلا ما يعطيك لا الاشراقه ولو يحيد الزغب، والصلاه على النبي مثله مثل الدقيق. اما الحمص فتيديروه الناس هما باش يبيضوا الوجه ويفتح الوجه نتاعهم. باش تخلطي هذا الدقيق هذا، اما الحمص او نتاع الرز او الدقيق، اما غادي تخلطيه بحامضه. حامضه الا كانت عندك البشره فيها الحبوب، الحامض هو تيبس لكم الحبوب، هو ديزانفيكتون، يعني هو بحال الا هو غادي يبسهم. يعني تشوفي هي وجهك الا كان فيه بزاف مثل الحبوب، والحبوب نتاعك مايغيتين، يعني دوك الحبوب اللي هما تيكونوا حمرين، تحكي لي الحامض وشو شويه تشوفوا دوك الحبوب تينشفوا لي. اما الا كان فيك التجاعيد في الوجه نتاعك، فمن الاحسن ما تخلطي هذا الدقيق، هذا الدقيق نتاع الكواشيش بالابيض نتاع البيض، ماشي الاصفر، بالابيض نتاع البيض، لحقاش الابيض نتاع البيض فيه الكولاجين وهو اللي تزيد مازال يسرح لك الوجه نتاعك. انا بالنسبه لي غادي نديرو بالابيض نتاع البيض، وغادي نحاول باش نطحن معكم، ونيت هذه مناسبه باش تشوفوا واش غادي تقدروا تطحنوا البواشيش ولا لا. دونك نتمنى ما غاديش نهرس الماكينه نتاعتي، غادي نطحنوا في هذه، لحقاش كما قلت لكم من الاحسن يكون عندكم الدقيق نتاع الحمص، واخا هذاك الدقيق نتاع لوغي غادي يدير لكم، ولكن من الاحسن يكون عندكم الدقيق نتاع الحمص. يا هذا بركه، حاولوا تطحنوا واحد الكميه اللي هي كبيره باش كل نوبه تستعملوها تلقاوها ديجا مطحونه، ماشي كل نوبه تطحنوا. المهم غادي نشوف واش هذا غادي يطحن ليا ونعاود نرجع معكم. كما قلت في الاول اليكم الاختيار، اما غادي تخلطوه الا كان فيكم الحبوب بنص حامضه تخلطوه غير شي شويه، او الا كانوا فيكم التجاعيد وبيتو الوجه نتاعكم يسرح لكم مزيان تخلطوه بالبيض نتاع البيضه، ولا بيتو تخلطوه بالماء، خلطوه بالماء، بالماء كاين البيض تكلت يخلط بالحليب، ولكن من الاحسن تخلطوه بهاد جوج مكونات واحد منهم. دونك بهاد المكون هذا هو اللي غادي نديرو فوق الوجه نتاعي، غادي نخليه حتى ينشف كما غادي تشوفوا معايا، وعاد غادي نجي باش ندير القماش، وبهذاك القماش الزغب تيتحيد. نعود اليكم من جديد، لا اقدر ان اتكلم، كنت ندير دوفوغ مع عمي صح مقاتني حتى هي، ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو خاص على لي دوفوغ، ولكن فريمون اش غادي نقول لكم، الله يكون لكم في العون، الله يكون لي انا في العون. بالنسبه لهذا الوجه هذا ها هو نشف، شفت معايا ها هو نشف. الا كنت هذه اول مره تديري لها هذا الماسك، هذه العمليه سهله، غادي تقلطي هذا، تقلطي بشويه من هنا وتقي جبدي، تقي جبدي الزغب غادي يتمشى لك. الا ما كانش هذه اول مره وخفتي ما عرفتيش كيفاش، ولا خفتي لا تحرق البشره نتاك، غادي تفزقي يديك شو شويه نتاع الماء نتاع الورد، او الماء يكون دافي، وغادي تجي غادي تكرت 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 حتى الزغابي غادي يمشيو لك دغيا 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 دغيا. وصلنا الان الى الطريقه الثانيه، بيني بينكم هذه هي طريقتي المفضله، خصوصا فاش مثلا مابقاش نحيد الزغب في الوجه نتاعي كله، فاش يكون اماكن خاصه يعني في الكويديما نعاود نقول لكم عاوتاني الكويديما، المهم راه فهمتوا اش بغيت نقول، او في الشوارب يعني في في في, في هذاك الشفه الفوقانيه، المهم الشوارب نتاعك حتى هما تيكونوا فيه بزاف نتاع الزغب، وبعض المرات تيكونوا بين الحجبان نتاعك. دونك هاد الاماكن ثلاثه تنستعمل هذه الاشياء، تنستعمل زيت الكوكو
هي اللي تنستعملها انا فوق هاد الاماكن بين الحجبان وفي الكويديما وفي الشويربات نتاعك، تنقعد بها واحد 15 دقيقه حتى تترطب ليا مزيان هاد المناطق، او تنزيد نتف بنتف نتف لكل وحده فينا عندها نتف، هذا نتف عادي. او تنستعمل مرآه، مرآه يا عادي، هاد المرآه اللي عندي انايا هي فيها الضوء كما تشوفوا معايا من هنا، تتبين لي حتى دوك الزغيبات صغيورين اللي كاينين تتبينهم الا تحيدهم ليا. الفيديو تاعنا راه تكمل، نتمنى يكون نال اعجابكم، نتمنى يكون مفيد لكم، نتمنى تتبعوا جميع الخطوات اللي انايا درت في هذا الفيديو هذا لازاله الشعر من الوجه نتاعكم. الا كان عندكم بشره حساسه بزاف بزاف بزاف، حاولوا تجربوا بواحد المنطقه، مثلا جربوا هنايا ولا جربوا هنايا ولا جربوا في واحد القنيطه في المستاش، وشوفوا من بعد واحد 24 ساعه واش محمر لكمش، بعض الحمر تيحمر، بعض المرات تيحمر تيولي كحل. انايا ما تيحمر ليا، انا بعد البشره نتاعتي حساسه جدا جدا جدا، هادشي اللي درت لكم اليوم ما تيحمر ليا ما تيكحل ليا، بالعكس الوصفه اللي درت لكم الاولانيه هي وصفه اللي هي تجيب مازال تجبد لك الوجه وتعطيه النضاره، والوصفه الثانيه هي وصفه تحيد الزغب، يعني الزغبه تتحيدها، يعني ما كاينش حتى مواد سامه من غير زيت الكوكو. زيت الكوكو ماشي ماده سامه، ولكن ما كاين حتى مواد اللي هما كيماويه درتهم انايا فوق الوجه نتاعي. نتمنى هذا الفيديو هذا ينال اعجابكم، وكما العاده نرحب جميع الاقتراحات نتاعكم، جميع التساؤلات نتاعكم، جميع الوصفات نتاعكم اللي تديروهم نتوما في ديوركم صدقوا لكم لازاله الشعر من الوجه. لي لايك نتاعكم تزيدوا مازال يشجعوني باش ندير لكم عاود ثاني مواضيع او فيديوهات في هذا الاطار. نتمنى لكم امسيه طيبه، اعتني بنفسك وكوني الاجمل، راكم سعيد.